ما شاء الله ما شاء الله على الخنزة ما شاء الله. مولين التحية المغرب ديالنا، التحية الوطن ديالنا، تشفق راسنا الملك ديالنا الله يشافيه، الله يشافي الملك ديالنا، راه تشفق راسنا من كيما العادة. فين غادي يا بنتي مشي طالون؟ هاي هاي فين غادي يا بنتي الحبيبة؟ فين شكون العرس؟ شكون داير العرس؟ شكون داير العرس؟ ما عرفتيش ودايرين طالون. هاي 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 ياك عزيز عليك خالك ياك، الله يوفق لك يكمل عليه بالخير. كما كتشوفوا هانتوما يا خوتي درت لهم الحمام هي وخوها، وفركنا راسنا بالصابون البلدي، هتضهير تبارك الله. انا اللي كنخيط اخوتي كما كتشوفوا، انا خياطه وكنخيط لوليداتي، دايره الجوهر هانتوما، دايره الجهر ديالها، ودايره الحلقات هانتوما ديال الذهب هانتوما، ودايره التاج هانتوما. شو الشعير ملي تغسل تبارك الله ولا كيشعل ما شاء الله، اللي كيسول ما شاء الله. بحالك الغزاله انت زوينه بنتي زوينه، تقلبي الحبيبه تقلبي الغزاله ديالي السلطانه. هاي 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 كما كتشوفوا الشعر ديالها خوتي تزات فيه هكا، الشعر كحل هكا، تزات بالشعر ديالها كحل تبارك الله بحال هكا وهكا ما شاء الله بنتي ما شاء الله. الغزاله الغزاله ديالي الغزاله. وانا كما كتشوفوا لبست البليغات ديالي، ولبست غير هاد القفيطين سامبل، انا غنوريكم كما كتشوفوا نتوما هذا العقيق الحر ها نتوما، الحجر الكريمه ها نتوما، غاليين شويه وشريتو. المهم ها نتوما السفيفه عاديه، لبست هذا عادي كما كتشوفوا، ما بغيتش اخوتي نلبس شي حاجه، ما درناش شي حاجه كبيره. يا حنة الحبيبه ديالي غير كتشوفني كتبقى تبكي، كتقولي كتفكريني في بنتي الله يرحمها. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. المهم لا اله الا الله. المهم ها نتوما كتشوفوا عادي، عاد كنبغيت واحد نلبس واحد اسميتو العبايه هكا كحله، ما عنديش الخاطر ديال حتى شي حاجه. وقالت لي يا اختي والله نتلبسي شي حاجه كحله دبر راسك، قالت لي لبسي شي حاجه عادي ما تلبسيش الكحل. والناس راهم جاوا عندنا مرحبا بهم، العائله ديال خويا الثانيه، العائله ديال الزوجه ديالو مرحبا بهم، الله يكمل عليهم بالخير، الله يوفقهم مسيره موفقه ان شاء الله في حياتهم، الله يرزقهم. هادشي اللي غادي نقولو، فرحانين لخويا بزاف، ما قضانا فرحه كون ماشي الموت زعما ديال الام ديالي الله يرحمها والوالد، كون درنا له نديروا ليه شي حاجه كبيره، ولكن دوماج جات مع هاد الموتى وما قدينا نديرو حتى حاجه. وصافي اخويا الكبير كبير عليا بعامين، ما كبير غير الله، اليوم داير 36 عام تبارك الله، فايتني بعامين داير 36 عام، انا نهار 2/6 عاد غادي ندير 34 عام. والبارح ملي مشيت للطبيب درت الكونترول على كرشي، راه قلت لكم عطاني الريجيم، عطاني بزاف ديال الحوايج، عينا فيها انا وراجلي، قلنا لي غنزوجوك على حسابنا، ما تضرب حساب حتى شي حاجه. وبقى تيغوت لينا في الشارع، قال لينا بعدو من انت وراجلك نبلا في الشارع بغيتو عندي، هو غير ما تجبدي ليش الزواج، قال لك ما بغيتش في هاد الساعه. ايوا ان شاء الله حتى هو دابا يدير ولادو، حتى هو واخا تيقول هكاك دابا صافي غادي يدير ولادو لابد من شي نهار. هادشي اللي كاين اخوتي، وغادي لقديت نصور شي حاجه، ما بغيتهم نصور ولا شي حاجه ما. ايوا المهم اخوتي وهي هذيك، وبقاو معنا حتى نمشيو ان شاء الله. الله عليكم هنا في الشارع فين ساكنه حنا وخالتي، ما بغيتش نهز الدراري الصغار. المهم ما بغيتش واحد دعيو مع خويا ان شاء الله. المهم راني في الدار ديال خالتي دابا، والديور هكا دايرين كاملين. المهم الناس واقفين بلا ما نوري لكم الدار ديال خوال ديال امي الله يرحمهم هادو، والدار ديال خالتي بحال بحال في اللون ولا كلشي، هاد البلاصه ديالهم كاملين.
المهم ها نتوما هاد البلاصه كاملين ديالهم ما شاء الله. ايوا هي هذيك اخوتي، خويا راه معايا، ها هو واقف حدايا خويا الكبير المستي ديالي. ها هو هنا راني واقفه معاه شويه. ايوا صافي ومن بعد غادي، ها هو راه كيبان لكم غير في الخيال، ها هو. المهم راني واقفه معاه شويه ومن بعد غادي ندخل لداخل. شافني غير البارح، راه ماشي بزاف ما شافنيش، غير البارح. واه لا لا ما نهزكش كامل، غير سير. ها كيهز ولادي كيبوسهم. ها نتوما خويا، ها هو خويا، الدار هذيك ديال خالتي. المهم هنا كما قلت لكم اخوتي، الطبيب دار لي الراديو الكرشي، الطبيبه اللي عمرها طار، وقالت لي بالله خاصك ديري الريجيم اير جونز. عندي الكبده ديالي فيها الشحمه في الكبده ديالي، ماشي شي حاجه خطيره، ودعي معايا بالشفاء. هذا الراديو ما عنديش شي حاجه خطيره، خصني الريجيم ضروري، الريجيم اير جونز. راني باديه وعندي فقر الدم هابط بزاف بزاف، الخزان فقر الدم خصني يكون عندنا في 30، انا في 5 يا خوتي، في 5 يا خوتي، راني في الخطر قسما بالله، الا راني في الخطر. ما العادي عندي 8 خصني يكون عندنا 12.